عقيدتهم الثانية تحريف القرآن الكريم. هؤلاء الرافضة، وأنا أسميهم الشيعة الاثني عشرية الرافضة، يعتقدون أن كتاب الله عز وجل تم التلاعب به، والصحابة الكرام عشان مصالح دنيوية ويوصلوا للسلطة وللخلافة جابوا آيات القرآن الكريم كده وقاعدين بينهم وبين بعض، وهم قاعدين في قعدة تسلية، وبدأوا يشيلوا آيات ويحطوا آيات، يشيلوا آيات اللي خاصة بأسماء اللي فيها أسماء الأئمة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وأولادهم، ويضعوا آيات تمجيد الصحابة زي ثاني اثنين إذ هما في الغار، وآيات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إحنا الآيات دي الصحابة هم اللي وضعوها والقرآن ما كانش كده. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى لخص كل ده في كلمة واحدة هو اللي رد سبحانه وتعالى، ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا الآن عندي قول هؤلاء وقول ربنا سبحانه وتعالى، أصدق مين؟ أصدق قول سبحانه وتعالى محفوظ يعني من 1400 سنة. يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما تيجي دلوقتي تلاقي طفل سني عنده 7 سنين ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، خاتم القرآن تمام عن ظهر قلب، في مقابل أن علماء الشيعة الاثنى عشرية عمائم 60 و70 و50 سنة مش عارف يقرأ في كتاب الله، يقرأ باللغة العربية تمام؟ تمام. يعني أطفال السنة عاملين إزاي وهم بيقولوا إيه يعني، عشان ما يقولش بقى أن مصطفى كامل بيجيب كلام من عنده، وأن لا إحنا عندنا ما بنحرفش القرآن، أنتوا بتتبلوا علينا. الشيخ المفيد هو من أكبر علماء الشيعة، والشيخ أبو الحسن العاملي ونعمة الله الجزائري. أنا لما أحب أتكلمك هنا عشان بس ما حدش يقول أن أنا بنتنقد، أن بقول أن دول فرقة لا تموت الإسلام بالصلاة، مش أنا اللي قلت كده، هم نفسهم عملوا كتاب اسمه عقائد الإمامية، العقائد في دين الإمامية، العقائد في دين الإمامية، هم سموا نفسهم دين إمامية. إحنا عندنا دين اسمه دين إيه؟ إن الدين عند الله والإسلام. لا، هم عندهم دين الإمامية. نعمة الله الجزائري بيقول إحنا لا نجتمع معهم لا على إله ولا على نبي ولا على كتاب، اللي هو إحنا يعني. هذا نعمة الله الجزائري مش راضي يجتمع معنا لا على إله ولا على نبي ولا على كتاب. طب احنا هنقول له لا بالعافيه تجتمع معنا؟ هو رافض هذا الاله. ليه؟ لانه خلى ابو بكر خليفه وخلى عمر خليفه وخلى عثمان خليفه، فلا يجتمع معنا لا على اله. خلاص. طب بيقول ايه في تحريف القران؟ المفيد بيقول الاخبار جاءت مستفيضه عن ائمه الهدى اللي هم آل البيت باختلاف القران وما احدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. يعني الاخبار والروايات جاءت مستفيضه يعني كتير جدا ان القران محرف. تمام. ده في كتاب أوائل المقالات صفحة 91. أبو الحسن العاملي قال نفس الكلام، ونعمة الله الجزائري بيقول إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع تحريف القرآن كاملا، القرآن الكريم مادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. يعني كل الأخبار اللي جاءت أن القرآن محرف أخبار صحيحة ومصدقينها. تمام. دي أقوالهم. مش بس كده، هم كمان بيقولوها على المنابر وبيغيروا بعض الألفاظ اللي جات بها القرآن الكريم على الملأ قدام عوام الشيعة المساكين. هم ما يعرفوش، هم بيصدقوا، هم مجرد ما قال إن الكلام ده جاي من آل البيت، الشيعي اللي بيحب آل البيت المسكين ده بيصدق مباشرة، أيوة ما دام ده قاله آل البيت، والراجل اللي لابس عمة سودة ده هو من آل البيت برضه، فأنا مصدق كده، أنا مصدق الكلام ده. يعني أفهم من كده إن عوام الشيعة فاكرين إن العقائد الشيعية مذكورة في القرآن؟ وهل هي فعلا مذكوره في القران العقائد الشيعيه؟ لا، مفيش. العقائد الشيعيه هم بيحاولوا ان هم يضعوا ليها، قبل ما اخش بس في موضوع عقائد الشيعه مذكوره في القران، يا ريت لو في مقطع عن تحريف القران عند الشيعه. تمام. كنترول لو سمحتي الفيديو الثاني، المهم جدا لو سمحت عشان بس كشاهد يعني. نزلت ولكنهم حذفوها، ولكنهم حذفوها. هي قبل دي خلص، انا بعد ما اعلق، انا بس اقول لك كلام، لو ارد عليك اكو مخان اي. فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها.
صار ما صار. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل محمد وآل عمران. وآل عمران. فهم قال بأن السلطة اللي هي أبو بكر وعمر شالت آل محمد من الآية وحذفوها. ده مثال واحد، بقية الأمثلة كثير.